أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. في عنوان ذكي لمقال في ميليتري واتش ماجازين، لماذا تحديدا الهجوم على كل من سفارات المملكة العربية السعودية والصين وفلسطين؟ لماذا تحديدا هذه السفارات؟ ألا يجمع بينها خيط رابط؟ بيجين اليوم هي من أكبر المدافعين على الحق الفلسطيني الذي انتهكت سفارته في قلب الخرطوم، وأيضا بالنسبة للسعودية لأنها قائدة اليوم ورئيسة القمة العربية من جهة، وأيضا ولو أنها المشرفة على المفاوضات ما بين طرفي الصراع في السودان، لكنها تبقى صاحبة المبادرة العربية، لأن الأمر يتعلق بالقضية الفلسطينية وبسفارة فلسطين في الخرطوم. ولماذا تدمير هذه السفارة؟ وأين السفارة الإسرائيلية ومكتبها؟ وأيضا أين مكتب الموساد الإسرائيلي؟ هل هناك مساس بأي حال وتحت أي ظرف بمصالح إسرائيل في الخرطوم؟ إذن أمامنا هذا التوجه الواضح باستهداف كل الحق العربي والفلسطيني على وجه التحديد، وراعيي هذه الحقوق الفلسطينية الثابتة. ومهم جدا هنا أن نؤكد أن التحول الذي حدث اليوم هو تحول استثنائي بجميع المقاييس، بعد فرض العقوبات مباشرة والمساعدة في دخول قوات الدعم السريع إلى اليرموك، إلى مصنع اليرموك. الكل عندما نقلنا هذا الخبر كان الأمر في البداية، الآن ثبت ما قلناه بأن كل الذخيرة لمصنع اليرموك كلها والآن مصورة على الفيسبوك لقوات الدعم السريع. كل شيء أخذ إلى أماكن خاصة، إلى أماكن الدعم السريع، إلى مستودعات الدعم السريع. أيضا بالنسبة للعجلات الآن في الخرطوم، فلا نجد تقريبا عجلات في الخرطوم، لأن أول ما يفك من أي سيارة هي عجلاتها من أجل دعم المجهود. أيضا بالنسبة للأدوية، إذ هناك مستشفيات وهناك أيضا مستشفيات في الاتجاه الآخر، معلوم أن التطور الحالي يذهب في العاصمة المثلثة في الخرطوم وبحر أم درمان إلى مأساة حقيقية. مأساة هذه المرة لن نتطرق إلى أدق تفاصيل العملية الميدانية، فهذا أمر معلوم، إنما التحول الذي حدث الوصول إلى خارطة جديدة الآن يحاول من خلالها أولا لإسرائيل العمل بشكل مفتوح، أيضا بالنسبة للطواقم الغربية الاستخبارية على وجه دقيق. أمريكا هل انسحبت أم لا؟ واقع الحالي أن انسحابها ثم عودتها مباشرة عبر الدي آي إي، أيضا هناك محاولة لدعم هذه الحرب إلى أقصى تقدير. مهم جدا بالنسبة للجميع الوصول إلى حالة استنزاف كامل، لأن باستنزاف الخرطوم، بسيناريو نهاية الخرطوم، انتهى السودان. اليوم كردفان، وأيضا وهذا مهم جدا بالنسبة للنقطة الفاصلة الآن والتي يحددها قادة القبائل في دارفور، وجدنا أن هذه القبائل إلى حدود هذه اللحظة لا تريد أن تتمترس في أي جانب لسبب واحد، لأن الحرب إلى حدود هذه اللحظة قد تنتهي إلى إبعاد كل من الكباشي والبرهان في صفقة مرتقبة، لذلك فلا يمكن بأي حال في دارفور أن يحسموا هذه الجزئية. المسألة لا تتعلق بدارفور ولا بكردفان ولا بشرق السودان على العموم. اليوم في تفكيك للسودان إلى أكثر من دولة، هذا هو المحسوم، والخرطوم الآن تسقط
سقوطا مدويا، الأمر يتعلق في لحظة من اللحظات بنفس ما كان في العراق بعد سقوط بغداد وبعد ظهور المثلث السني وفي الجنوب ودولة النفط في جنوب العراق، وأيضا بالنسبة لكردستان والهجوم على كركوك وتحديد مناطق إنتاج النفط. كل هذا لو لم يكن هناك قوة لدى الشعب العراقي لأصبح اليوم ثلاث دول، هذا هو الشيء المؤكد الآن. ونتيجة النظام أيضا، النظام العربي الرسمي وأيضا النظام الإقليمي في إيران وأيضا في تركيا، لأن تركيا إن فتت العراق، إن فكك العراق ستتفكك أوتوماتيكيا إيران ومن ثم تركيا. ففشلت العملية كلها رغم التدخل الأمريكي، فشلت. الآن يمكن عبر العناصر نفسها وعبر هذا المسمى حربا وبدون أثر للداعم الغربي والعراب الأجنبي، إذا الشعب السوداني الآن محاط بكمية هائلة مما قد نسميه العمل الاستراتيجي منذ انطلاق المعركة وإلى الآن، وكأن كل هذا ليس إلا تطور لشيء لم يكن يتوقعه أحد. الكل كان مدروسا، ولمن راجع الفيديوهات السابقة سنجد أن السودان هو في طريقه للتفكيك، لأن أمر ضرب الخرطوم يعني ضرب هذا المركز. غابت الساعة الاستراتيجية عند الجميع، عند جميع الأطراف، وفجرت شيئا كان متوقعا. كان الكل يبحث عن حرب أهلية، لأن المرور عبر الحرب الأهلية في لبنان كان أمرا واضحا، حرب أهلية أخرى في العراق ومن ثم سوريا. كل هذا العالم العربي يمرر عبر الحروب الطائفية، عبر الحروب الأهلية القبلية، كانت أو دينية أو طائفية أو أي نوع من هذه الاحترابات الداخلية. مهم جدا تفجير الأمن الداخلي، هذا أساس كل ما هو متوقع في العالم العربي. إذن أهم ما يمكن أن نؤكده، الخلطة التي حدثت أمام إعلان الدعم السريع بأن الأمر لا يتعلق إلا بمحاربة الفساد، فساد الجيش، فساد الدولة، كل هذا يتحمل مسؤوليته الجيش. اليوم أصبحت الديمقراطية مؤسسة على حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس، فكأن الديمقراطية كهدف لا بد أن تمر عبر ديكتاتورية الدم وعبر طريق الدم، وكأن الديمقراطية يجب أن يكون فيها ديمقراط، لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، هذا واقع الحال. الإيمان بالديمقراطية يبدأ أساسا من السلم الاجتماعي، والمزيد من السلم الاجتماعي والوعي الاجتماعي، كل هذا قد يؤدي إلى مثل هذا النضج. الديمقراطية نضج أصلا وليس احتراب يعود إلى الخلف. على أي إذا الوعي الديمقراطي، خلط الأمور الآن وهذه الأزمة كلها يتحمل مسؤوليتها الآن البرهان، ومحاولة تحميل المسؤولية كلها للجيش الذي رفض أن يسلم السلطة للمدنيين، رفض أن يقوم بمهامه، أراد أن يستأثر بالسلطة على طول الخط. كل المؤسسة العسكرية اليوم يجب أن تضع سؤال قوي وخطير على مستقبلها، لأنها إما أن تؤدي إلى حالة استعمار مباشر كما في حالة العراق، أو إلى حالة إفلاس كما في حالة الخرطوم. يعني التجارب كلها التي نلاحظ فيها الجيوش تريد أن تحكم بالحديد والنار تنتهي إلى كارثة، هذا هو الأمر الواقع. وبالنسبة للذين أرادوا أن يؤطروا هذه العملية فهي خرجت عن السيطرة نهائيا. والآن من يدير هذه الحرب؟ من يريد اقتحام السفارات الصينية والسعودية والفلسطينية كأحدى الإشارات الخطيرة جدا؟ أنا هنا
لأرد على تساؤل طرحته جريدة متخصصة عسكريا بالأساس ولديها بعد استراتيجي في مقالاتها. إذا السؤال الذي طرحته المجلة العسكرية ليس عاديا، لذلك فهذا الخيط الناظم الرابط ما بين الرياض فلسطين وبيجين رسالة قوية إلى هذه الدول، إلى هذه التحالفات. هذا واقع الحال الآن. وهنا نطرح سؤال واضح جدا، إن كان الصيني فالصيني أقرب إلى أثيوبيا وأقرب إلى سد النهضة وهذا أمر معلوم. في الاتجاه الآخر لماذا تحديدا فلسطين؟ لذلك فاللعبة هنا تدور حول أمر واحد، علاقة الصين بالقضية الفلسطينية وبالمبادرة العربية ودعمها ودعم العالم العربي في معادلة جديدة. هذا هو الرهان اليوم. لذلك فهناك صاحب مصلحة أساسية في ضرب هذه السفارات هي إسرائيل. قد تخلط إسرائيل كل أهدافها بنفس ما يرغب فيه الثائر هنا أو هناك. اليوم هناك أزمة حقيقية ستدفع الخرطوم إلى تفكك مؤسسات هي انتهت الآن، لأن لا قصر جمهوري، لا صناعة، لا مصانع عسكرية، إذن لا قواعد استراتيجية، لا ميج 29 كما في حالة شمال السودان. إذن الذي يلاحظه الجميع أن حميتي منذ أن ضرب مروي وإلى غاية مصنع اليرموك كل هذه الأجندة لا تصب إلا عند الإسرائيليين، لا تصب هذه الحسابات إلا عند الإسرائيلي، إلا عند إضعاف السودان إلى أبعد حد. آنذاك ستصبح السودان أقل بكثير من المتوقع بدون سيادة وبحكم مهلهل تحت عنوان ديمقراطي بدون أدنى شك. الأمر لن يتعلق أبدا باستثمارات، لأن مثل هذه الأوضاع وأمام استقلال جنوب السودان لم نلاحظ شيئا. وإن ذهبنا إلى سلم طويل الأمد مثل جنوب السودان وبنفس ما تراه جنوب السودان، فالخرطوم لديها أولويات، ولذلك فهناك صعوبة كبيرة في احتواء الموقف. إذن هناك دائما خرائط استراتيجية وجيوسياسية حاسمة في الموضوع. الآن محاولة إبعاد الصين بعد إبعاد روسيا هو هدف غربي وبوساطة إسرائيل. إسرائيل من الحدود مع مصر ما بعد العملية الفدائية لمحمد صلاح إبراهيم وإلى حدود سقوط اليرموك، كل هذه التطورات الآن مرتبطة، ويرغب الإسرائيلي في فتح زمن جديد، زمن يكون فيه الجيش المصري حاليا حارسا قويا للحدود، حارسا أيضا لحدوده مع السودان، ويكون السودان حارسا طبيعيا لكل المصالح الإسرائيلية منذ اللحظة التي اتضح فيها وبشكل مباشر أن كامب ديفيد أكبر بكثير من الحكام، وهي المعادلة الاستراتيجية والجيوسياسية الآن. وأن التطبيع مع إسرائيل ما بين إسرائيل وما بين السودان أكبر بكثير من أي مجهود آخر، لا داخل الجيش ولا من خارجه. وأن تعديل العقيدة الدفاعية للجيش وتفكيك مخابراته ضمن الأجندة، وهنا ستظهر هذه الجيوش بين قوسين التي لن تكون إلا شرطة زائد. وهذه الجيوش لن تفكر لا في تصنيع ولا في غيره، ستفكر فقط في إدارة وفي صناديق اقتراع على أساس أن الأمور ستعود إلى الشعب. القوة إذن لن تكون في صالحه. لهذا فسيكون هناك إما البرهان وإما حميتي. كيف ستقوم ديمقراطية مدنية ورئيس حكومة وكل هذا
وحميتي وبجيشه وبقوته المسلحة وأيضا بهذه المعادلة الإقليمية المتصارحة مع إسرائيل ومع الأجواء الجديدة. اتفاقيات الأبراهامية اليوم لديها مختبر اسمه الخرطوم. هذا المختبر الذي يعطينا تفكيكا لجيش، تفكيكا لمخابرات وإنشاء لمخابرات أخرى ولجيش آخر. والمهم في كل هذا أن الطريقة الأمريكية في العراق أو الطريقة الإسرائيلية في السودان واحدة، رغم كل الشعارات التي قد تظهر هنا وهناك حول مفهوم الوطنية هنا أو مفهوم الديمقراطية هنا، حول مفهوم تثبيت السيادة والمؤسسات والجيش الواحد للشعب الواحد، أو في الاتجاه الآخر اقتراع مباشر لصالح الشعب من أجل إنتاج حكومة تحكمه، والآن ذاك سيصبح الجيش لديه مهمته الدفاع عن الحدود. وبدأ حميدتي في الحدود وتفكيك صورة الدولة وبناء الدولة الجديدة منذ مروه، وبدأت من المعادلة الإقليمية وانتهت مباشرة بتنفيذ الأجندة ودائما مع السفارات هذه المرة. إذن الرسائل واضحة والرسائل أكبر من لا تقرأ. لهذا فبالنسبة للسودان، ضياع السودان وانهيار الجيش وبشكل كامل والجيش القادم سيكون على مسافة عزة في باريس عندما أوضح أن الجيش القادم سيكون من قوات الدعم السريع. إذن أهم شيء هو أن الجيش الرديف هو الذي سينهي الجيش الآخر وسيكون الوضع بهذا الاتجاه. إذن هناك مرحلة انتقالية إضافية، وحميدتي سيدير العملية أيضا بنفس طريقة الآخرين. إذن المرحلة الانتقالية كما وضعها عزت في دورته أو جولته في أوروبا لا تختلف عن الجيش في شيء، لكن مع نوع من إعطاء بعض المبررات وأيضا بعض الإخراج. إذن الأمر الآخر، وقبل الوصول إلى لندن وإلى برلين ونحو موقف أوروبي في هذه المرحلة على وجه التحديد، فإن إسرائيل هي التي تدير حاليا هذا المجهود من أجل إعطاء النموذج القائدي حاليا في العالم العربي بخصوص الجيش والتعاون على صعيد الاقتصادي وغيره مع السودان ومع المنطقة. إن رحلة عزت إلى كل من باريس ولندن وبرلين كشف الكثير حول مستقبل السودان، والذي لا يختلف بأي حال عن الوهلة الأولى. فالجيش قبل بالتطبيع ولكنه رفض تغيير عقيدته، والآن لا عقيدة والتطبيع قائم، وبينهما هذا الصراع الذي تهدر فيه مقدرات الشعب السوداني، والذي كان يعتقد أنها جولة سريعة تأكد له تماما أن الذي راغب فيه الأعداء نفذه بشكل واضح للجميع. الكل متورط في هذه المجزرة ضد مستقبل السودان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.